Marshallize, Marshy Marshy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: Calcul de intégrale px fx dx où p est un polynôme. البعض بيقول p est une fonction polynomial. Activité 1. بداية pnx est la dérivée de p d'ordre 1. p0x égale px. يعني بمعنى آخر البولينوم P أو الفونكسيون بولينوميال P مش عاملة لا ديريفي يعني PX. P1X إيجال سي لا ديريفي دو P دوردر 1 يعني P'X. P2X ديريفي دوردر 2 دو P يعني ديريفي سيكوند و ديريفي للديريفي أنيام دو P أو ديريفي للديريفي دوردر 1 دو P بتساوي الديريفي دوردر ان بلس 1 للبي. خلونا نعطي اكزومبل. رح ناخذ الفونكسيون او البولينوم 2x3 5x بلس 1. رح نعمل ديريفي 6x2 5. الديريفي طبعا البي سيكوند اكس والديريفي للبي بريم. فاذا 12x لديريفي دوردر 3 12 لديريفي دوردر 4 0. اكزامبل تاني، مثلا رح ناخد البولينوم px إيجال x4 ديريفي 4x3 ديريفي 12x2 ديريفي دوردر 3 24x ديريفي دوردر 4 24 اي ديريفي دوردر 5 إيجال 0. بنلاحظ إذا كان البولينوم الديجري لإله 3 لا ديريفي دوردر 4 اي 0 3 4. إذا كان البولينوم الديجري لإله 4 لا ديريفي دوردر 5 اي 0 4 5. فإذا خلونا ناخد هالبروبريتي. سي بي ان بولينوم دي ديجري 1 أو البي فونكسيون بولينوميال دي ديجري 1 ألور لا ديريفي دوردر 1 بلس 1 دو سيت فونكسيون اي نول اي 0. طبعا الديمونستراسيون لهالبروبريتي بسيط جدا استنادا على البرانسيب دو ريكيرونس. رح نترك الديمونستراسيون للتلميذ من شان ما نطول الفيديو. اكتيفيتي 2. سوا P ان بولينوم دو ديغري 2 سوا F ان فونكسيون ديفيني اي كونتينو سور ان انترفال D. الهدف من الاكتيفيتي 2 نطلع الانتجرال للبي اكس اف اكس دي اكس. بداية بنكتب ديريفي بنكتب بريميتيف. ناخد الفونكسيون او بناخد البولينوم بي بنحطه تحت كلمة ديريفي وبنصير بنعمل ديريفي بي بريم ديريفي دوردر 2 ديريفي دوردر 3 للبي ايجال 0. لانه حسب البروبريتي قبل عندنا الديجري 2 يعني ديريفي دوردر 3 للبي ايجال 0. الخطوة اللي بعدها بناخد الفونكسيون اف وبنحطه تحت كلمة بريميتيف. ونذكر بتيورام بيقول توت فونكسيون اف كونتينو سور ان انترفال دي ادمي اون انفينيتي دي بريميتيف سور سيت انترفال. عندنا حسب الدوني الاف فونكسيون كونتينيو على الانترفال دي يعني الاف هيدي الفونكسيون اف عندها بريميتيف ادمي اون انفينيتي دو بريميتيف سور الانترفال دي. طيب فاذا بداية منطلع الاف 1 لبريميتيف للاف يعني اف بريم 1 ايجال اف ومنطلع اف 2 بريميتيف للاف 1 يعني الاف 2 بريم ايجال اف 1 وأيضا منطلع F3 لبريميتيف للF2. F3 هالشي بيعني إنه ديريفي للF3 إيجال F2. طبعا هيدا الميثود بيزبط إذا نحن قادرين نطلع الF1 والF2 والF3. إذا مش قادرين نطلع F1 وF2 وF3 هيدا الميثود بيفشل. يعني هذا الميثود يسقط عسكريا. وبالتالي ما في إمكانية بهالميثود نطلع الانتجرال للبي اكس اف اكس دي اكس. الخطوة اللي وراها بنعمل فلاش فلاش فلاش. بعدين بنبلش أول فلاش بنحط بلوس، التاني موان، تالت بلوس. بعدين البروبريتي اللي بدنا نبرهنه بيقول
intégrale px fx dx égale plus p fois f1 moins p prime f2 plus p seconde f3 plus c. C constante. خلونا نعمل ديمونستراسيون لهالبروبريتي. بداية لنبرهن انتجرال للام دي اكس ايجال ان. فينا نبرهن الان بريم ايجال ام. يعني ديريفي للبرة بيساوي الجوة. فاذا لنبرهن هالبروبريتي مفترض نبرهن انه الديريفي لب اف ان موان بي بريم اف 2 بلس بي سيكوند اف 3 بلس سي ايجال هيدا الديريفي بالاخير بدنا نوصل بيساوي بي اف او بي اكس اف اكس. بنذكر الديريفي للاو في ايجال او بريم في بلس في بريم او. والديريفي للصوم هو الصوم للديريفي. بداية فاذا بي بريم اف 1 بلس بي اف 1 بريم اف 1 بريم moins dérivé de P prime P seconde F2 moins quand le P prime même notre coup dérivé de F2 F2 prime plus dérivé de P seconde ou dérivé comme le marquin d'ordre 3 fois F3 plus P seconde bidal le P seconde fois et dérivé de F3 fois F prime 3 plus 0 là nous dérivé de C bc 0 طبعا ايجال بي بريم اف 1 بلس بي مثل ما حكينا اف 1 بريم بيساوي اف اف 1 بريم بيساوي اف موان بي سيكوند اف 2 موان بي بريم الاف 2 بريم ديريفي للاف 2 اف 1 ديريفي للاف 2 اف 1 بلس ديريفي دوردر 3 للبي ايجال 0 فاذا هيدي هون 0 بلس ديريفي دوردر 2 للبي dérivé de f3 égale f2. Dérivé de f3 égale f2, لأنه f3 est une primitive de f2. طبعا بيطلع الجواب égale px fx. لأنه مثل ما شايفين هاي وهاي دي بيطيروا بعض و p'f1 moins p'f1 بيطيروا بعض وبالتالي الجواب بيطلع px fx. Exemple, calculer intégrale x2 moins 3x cosinus x dx. Solution, faisons une dérivée primitive. On prend le polynôme, on met sous la dérivée x2 moins 3x, dérivée de x moins 3, dérivée de dérivée 0. On prend la fonction cosinus, on met cosinus x sous la calimètre primitive. طبعا البريميتيف من البكالوريا سينوس x البريميتيف موان كوسينوس x البريميتيف موان سينوس x ورا ونحط فلاش الاول بلوس الثاني موان ثالث بلوس وبالتالي هالانتجرال هيدا بيساوي بلوس فاذا x2 موان 3x سينوس x موان 2x moins 3 fois moins cosinus x plus 2 fois moins sinus x taban plus c. بنرتب الأمور بناخد sinus x facteur commun بيطلع جواب x2 moins 3x moins 2 sinus x moins moins plus 2x moins 3 cosinus x plus c. بروبريتي طبعا خلونا ندرس الكا اون جينيرال. سوا بي ان بولينوم دي ديغري ان اي سوا اف ان فونكسيون ديفيني اي كونتينو سير ان انترفال دي. الهدف نطلع الانتجرال بي اكس اف اكس دي اكس. ايضا ديريفي بريميتيف بناخد البولينوم بنحطه تحت الديريفي وبنصير بنعمل ديريفي سكسيسيف لنوصل للصفر. البولينوم ديغري ان فاذا لا ديريفي دوردر ان بلس ان دو بي ايجال زيرو. ايضا بناخد الفونكسيون اف بنحطها تحت البريميتيف وبنصير بنطلع البريميتيف لنوصل لمستوى صفر.
f1 primitive de f, f2 primitive de f1, f3 de f2, et ainsi de suite, fn plus 1 est une primitive de fn. و منذكر انه او فينا نعتمد انه f هيدي ال fx فينا نسميها f0x. بعدين طبعا بنحط الفلاش. بعدين منذكر ايضا انه موان على بويسونس n، ال n طبعا اونتيي ناتوريل، بتساوي بلوس 1 سي n اي بير، بتساوي موان 1 سي n اي امبير. فاذا نحن مثل ما حكينا بنحط بالاول بلوس موان بلوس موان بلوس موان الى اخره. طيب هون شو قصة الموان 1 على بويسونس n؟ نلاحظ اذا كان هون بي 0 هيدي، لانه هيدي بي 0 اكس، اذا 0 بلس، اذا 1 ديريفي دوردر 1 موان، اذا 2 بلس، اذا 3 موان، اذا 4 بلس، يعني اذا بير بلس، اذا امبير موان. فاذا نحن هون اذا كان هيدا هون لديريفي دوردر 1، طبعا حسب الان، اذا الان بير هيطلع هون بلس، موان 1 على بويسونس ان بحالة البير بلس، وإذا كان بلس 1 طبعا، وإذا كان الـ n أمبير موان 1 على بويسونس n بدها تطلع موان 1، يعني موان. فإذا البلس والموان بلس موان بنعبر عنه بموان 1 على بويسونس n. أتونسيون، p0x إيكال px. يعني هون بهالحالة البعض بيقول وكأنه البي مش عامل لها ديريفي، يعني بتضل بي اكس. شو بيساوي الاي؟ الاي بيساوي طبعا مثل ما حكينا بي اف 1 موان بي بريم اف 2 بلوس بي سيكوند اف 3 الى اخره، بلوس موان 1 على بويسونس ان. طبعا هيدي يا موان يا بلوس. La dérivée d'ordre n de p, pnx, fois fn plus 1x. Fina n'octobre haïde, somme, k tatacharrak min 0 la n, moins 1 à la puissance k, la dérivée d'ordre k de p, fois fk plus 1x plus c. Démonstration. طبعا il suffit de démontrer que dériver la haïda al-mawjoud hon égale px fx. En effet, بداية نذكر uv' égale u'v plus v'u، ونذكر الدérivé la dérivée d'ordre k la lp égale la dérivée d'ordre k plus 1 la lp. ونذكر أيضا بما أن ال fk plus 1 est une primitive de fk، alors fk plus 1 prime égale fk. طيب، فإذا الديريفي الموجود هون نستعمل هيدي هون موان 1 على بويسونس k كونستانت u fois v. فإذا موان 1 بويسونس k ديريفي لل pk pk plus 1 fois fk plus 1 plus pk fois الديريفي للفك بلس 1 مثل ما انكتب هون بتساوي فك. طبعا فينا نوزع الصوم موان 1 على بويسونس ك بك بلس 1 فك بلس 1 بلس موان 1 على بويسونس ك، طبعا مضروب ب بك فك بك فك للاكس. طبعا خلونا منشان نسهل الامور نشتغل باللون الاحمر هون، رح ناخد هيدي الموجوده هون باللون الاحمر نشتغل فيها. الصوم ك تتحرك من 0 ل n موان 1 بويسونس ك بي ك بلس 1 اف ك بلس 1. رح نعتمد فكرة رائعة جدا. ملاحظين هون الصوم، وهون في عندي صوم، في عندي هون بي ك اف ك. خلونا نعمل ال بي ك بلس 1 و اف ك بلس 1 بي ك اف ك، طبعا مشان الأمور تشطب بعضها بعدين. فإذا رح نعتمد، رح نقول سوا اي ايجال كا بلس 1. هيدا صار بيساوي سوم، إذا الكا 0 بصير الاي ايجال 0 بلس 1 بصير الاي ايجال 1، إذا الكا ايجال ان الكا بيتغير من الزيرو للان، إذا الكا ايجال ان بصير الاي ايجال ان بلس 1. موان 1 بويسونس طبعا الكا بيساوي اي موان 1، اي موان 1 الكا بلس 1 بتساوي اي، والاف ك بلس 1 بصير اف اي اكس. طبعا
هذا الصم بيساوي الصم، فينا نغير الاسم ما في مشاكل، فإذا في بدل الإي بهيدا الصوم بك أو بأل أو بأم أو بأي حرف بدنا إياه. الصوم ك بتتحرك من الآن للأن بلوس آن تماما، كل ما بشوف إي عبدله بك موان آن بويسونس كا موان آن بي كا إكس أف كا إكس. هيدا الصوم بيساوي الكا بتتحرك من الآ من الآن للأن بلوس آن، رح نحرك الكا من الآن للآن ونعمل لها هيدي ننقلها تماما هون. بعد في عنا ال n بلس 1 بلس محل الكا، رح نعوض الكا ب n بلس 1 مو 1 بويسونس n بلس 1 مو 1 يعني مو 1 بويسونس n، محل الكا n بلس 1 ومحل الكا n بلس 1. ونحن نعلم انه ديريفي دودر n بلس 1 لل p ايجال 0، وبالتالي هودي بروحوا وبالتالي بيطلع الجواب الصوم K allant de 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k moins 1, pk, au dérivé d'ordre k de x fois fk x. الآن رح نشتغل باللون الأسود هون، رح ننزل هيدي لهون ونقول هيدي بتساوي k بتتحرك من الصفر للآن. طبعا هون بما إنه الصوم من الآن للآن، خلونا نعمل كمان الصوم من الآن للآن، محل الـ k رح نحط صفر، وبالتالي مو 1 على بيسونس 0 بي 0 اكس اف كا اكس او اف 0 اكس، محل الكا عم نحط صفر. بعدين الكا بتتحرك من الان للان مو 1 بيسونس كا بي كا اف كا. طبعا بدنا نتذكر انه البي 0 اكس ايجال بي اكس والاف 0 اكس ايجال اف اكس، فاذا انا بيطلع عندي moins 1 à la puissance 0, 1, par exemple, il y a px, fx, plus somme k allant de 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k, pk, fk, la x. Par exemple, nous avons la dérivée de la tabouara, nous avons la somme, z est la somme, et la somme, nous avons la somme, وهيدا الصوم كمان طلع بيساوي px fx زائد هيدا الصوم. مثل ما شايفين هون فينا ناخد الصوم ك بتتحرك من آلة آن وك بتتحرك من آلة آن، في عنا pk fk و pk fk فاكتور كوما، فإذا إيجال px fx plus صوم ك لون دو آن جيسكا آن pk fk facteur comma bibqa moins 1 à la puissance k moins 1 plus moins 1 à la puissance k. في موضوع مهم، نحن بنعرف k moins 1 et k sont deux entiers consécutifs. مثلا 3 4 5 6 12 13 الى اخره. Alors l'un d'eux est pair et l'autre est impair. Alors moins 1 puissance k moins 1 plus moins 1 puissance k égale 0. طبعا لأنه هو بيساوي moins 1 plus 1 أو 1 moins 1. حكينا ورا بموضوع أو بقصة moins 1 à la puissance n بيساوي أو plus 1 أو moins 1 حسب الـ n pair أو m pair. فإذا moins 1 puissance k moins 1 plus moins 1 puissance k égale 0، وبالتالي بيطلع عنا الجواب px fx. Exemple, soit i égale intégrale x3 e de x dx, calculer i. Faisan, m'noktob dérivée primitive, m'noktob le polynôme x3, dérivée 3x2, dérivée 6x, dérivée 6, dérivée 0. بعدين منذكر انه الانتجرال لل e a x plus b dx ايجال e a x plus b على a plus c. فاذا مناخد الفونكسيون e de x منعملها primitive، منستعمل هالبروبريتي لprimitive e de x sur 2 لprimitive e de x sur 2 sur 2 sur 4 لprimitive e de x sur 4 sur 2 sur 8, les primitives e de x sur 16. On hot le flash, on hot plus, moins, plus, moins. F
فإذا بستعمل البروبريتي سابق اي ايجال بلس اكس تروا e de x sur 2 moins 3x2 e de x sur 4 plus 6x fois e de x sur 8 moins 6 fois e de x sur 16 ou طبعا plus c. بناخد فاكتور كومان e de x بيطلع x3 sur 2 moins 3x2 sur 4 plus 6x sur 8 moins 6 sur 16 فإذا multiplié par e de x plus c. طبعا فينا نعمل simplification 6 8 ou 6 sur 16 فإذا بيطلع x3 sur 2 moins 3x2 sur 4 plus 3x sur 4 moins 3 sur 8 e de x plus c.